طيب الله اوقاتكم مشاهدينا الكرام، نشرة المفصلة من يمن شباب ومعكم ماني علوان وهشام الزيادي، والبداية بالعناوين. رئيس الجمهورية يوجه الحكومة بتحرير سوق المشتقات النفطية ويعين انتصار العراشة مديرا عاما لشركة النفط بعدن. مصرع أكثر من 100 حوثي في غارات على معسكر تدريب في الحديدة، والتحالف يدفع بقوة عسكرية ضخمة إلى تخوم حرض في محافظة حج. تقدم عسكري كبير للشرعية في جبهة ناطع، والجيش يحبط محاولة تسلل للحوثيين جنوب تعز. أهلا بكم. إذن وجه الرئيس عبد الرب منصور هادي الحكومة بتحرير سوق المشتقات النفطية والسماح لجميع الشركات والأفراد بالقيام بعمليات الاستيراد والبيع في جميع الموانئ اليمنية. وشدد الرئيس هادي على ضرورة إلغاء القيود والإجراءات المعيقة لعمليات النقل وتسريع إجراءات الإفساح في الموانئ بحيث لا تتعدى فترة السماح 72 ساعة، وتوجيه الموانئ والجمارك بالعمل لفترتين يوميا. وقال رئيس الجمهورية إنه إشارة إلى خطة العمليات الإنسانية الشاملة التي أعلن عنها تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، ونظرا للحالة الإنسانية التي تمر بها اليمن ومن أجل تسهيل الإجراءات التجارية لدخول جميع الاحتياجات للشعب اليمني وتخفيف أسعار الموارد الأساسية بما فيها المشتقات النفطية، يتم العمل على اتخاذ الإجراءات المتمثلة في تحرير سوق المشتقات والسماح لجميع الشركات والأفراد بالقيام بعمليات الاستيراد والبيع في جميع الموانئ اليمنية بما فيها التي لا تزال تحت سيطرة الميليشيات الحوثية الإيرانية. وتضمن توجيه الرئيس تعليق الرسوم الجمركية للمشتقات النفطية بهدف تقليل الأسعار. وجاءت توجيهات الرئيس هادي بخصوص المشتقات النفطية بعد إصداره قرارين جمهوريين، قضى الأول بتعيين انتصار عبد الله صالح العراشة مديرا عاما لشركة النفط اليمنية فرع عدن. كما صدر القرار الجمهوري بتعيين المدير السابق لشركة النفط ناصر بن حدور وكيلا لمحافظة لحج. وفي ذات الصعيد، أكد الخبير الاقتصادي محمد الجماعي إن قرار رئيس الجمهورية بشأن تحرير سوق المشتقات النفطية سيمثل ضربة لميليشيا الحوثيين التي تجني الملايين من بيع المشتقات النفطية في السوق السوداء. وقال الجماعي في مداخلة له على قناة يمن شباب إن هذا القرار يأتي في سياق الصراع السياسي مع ميليشيات الحوثيين لتضييق الخناق عليهم بحيث يخفف من الفائدة التي يجنيها الحوثيون في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم. وقال إنه ينبغي على الحكومة وضع ضوابط لاستيراد وبيع المشتقات النفطية وتفعيل الرقابة على هذه العملية. إلى ذلك، تشهد العاصمة صنعاء أزمة جديدة في بنزين الوقود لتضاف إلى أزمة انعدام الغاز المنزلي جراء متاجرة ميليشيا الحوثيين الإنقلابية بالمشتقات النفطية في السوق السوداء. وشهدت طوابير طويلة من السيارات أمام محطة الوقود في وقت أغلقت عدد من المحطات بالتزامن مع ظهور السوق السوداء في عدد من الشوارع. ويتزامن هذا مع استمرار أزمة الغاز المنزلي في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات الخاطئة لسيطرة الإنقلابيين الحوثيين، حيث بلغ سعر اسطوانة الغاز إلى 7000 ريال. ويتهم المواطنون ميليشيا الحوثيين الإيرانية باختلاق الأزمة بهدف إنعاش السوق السوداء في الوقت الذي تتضاعف فيه معاناة السكان بشكل غير مسبوق. ميدانيا، تمكن الجيش الوطني من إحراز تقدم في إطار العملية العسكرية التي يشنها لتحرير مديرية رازح في صعدة شمال البلاد. وقال قائد لواء السابع حرس حدود العميد علي حسن جيلان إن قوات الجيش سيطرت على سلسلة جبال الأزهر وقرى الحنكة والغريب في مديرية رازح. في غضون ذلك، لقي قائد في جبهة رازح التابع لميليشيات الحوثي الإنقلابية المدعو أبو يوسف الرازحي مصرعه مع عشرات من أتباعه في غارات للتحالف على قمة جبل الأزهر. يشار إلى أن الرازحي تلقى تدريبات في لبنان على أيدي ميليشيات حزب الله. وفي ذات المحافظة، شن طيران التحالف العربي غارات على تجمعات وآليات لميليشيا الحوثيين الإيرانية في عدد من المناطق بمحافظة صعدة. وأوضحت مصادر في الجيش أن الطيران استهدف بثلاث غارات تعزيزات للميليشيات في مديرية حيدان. يأتي هذا بعد أن كثفت مقاتلات التحالف العربي من غاراتها الجوية على مواقع للإنقلابيين في عدد من المواقع بجبهات القتال،
وسط تواصل العمليات العسكرية الجارية لقطع رأس الأفعى وتحرير محافظة صعدة معقل زعيم الميليشيا الإنقلابية. أما في الحديدة فقد لقي 100 من عناصر ميليشيات الحوثي الإنقلابية مصرعهم جراء غارات جوية استهدفت تجمعات لهم جنوب المدينة. ونقل موقع وزارة الدفاع عن مصادر ميدانية القول بأن مقاتلات التحالف العربي استهدفت بعدة غارات جوية دقيقة ومركزة تجمعا للإنقلابيين في منطقة البقعة الساحلية في مديرية التحيتة، ما أدى إلى مصرع جميع من كانوا في التجمع، كما تم تدمير الأسلحة والمعدات العسكرية التابعة للميليشيا. هذا وكانت مقاتلات التحالف العربي قد دمرت مخزنا للسلاح تابع للميليشيات الحوثية الإيرانية في مديرية المراوعة وسط الحديدة، كما قصفت المقاتلات أهدافا عسكرية في منطقة كيلو 16 ما أدى إلى تدمير آلية عسكرية للإنقلابيين. ومن الحديدة إلى البيضاء، فعلى الرغم من نقص الدعم العسكري اللازم لمعركة تحرير المحافظة، تشهد معركة ناطع معارك شرسة تخوضها قوات الشرعية بإسناد من التحالف العربي. وأحرزت قوات الشرعية تقدما ميدانيا واسعا باتجاه أولى مناطق مديرية الملاجم. مفادنا عمر المقرمي إلى البيضاء رصد تقدم الجيش الوطني على وقع المعارك الجارية. في مناطق جبلية وعرة تدور المواجهات في مديرية الناطع بمحافظة البيضاء وسط اليمن بين قوات الشرعية بقيادة العميد صالح المنصوري وبين ميليشيات الحوثي الإنقلابية. في الساعات الأولى من المعركة اشتدت المواجهات تحت قصف جوي مركز، وفر الحوثيون من أعالي هذه الجبال وانسحبت مجاميعهم إلى الجهة الخلفية نحو الفضحة حيث تتواجد معسكراتهم ومراكز تموينهم، فكثف التحالف القصف عليهم وسقط العشرات من القتلى والجرحى في صفوفهم، إذ لم يبق ساعة إذن من الحوثيين سوى بعض القناصين وعياراتهم في هذه الجبال، فدكتهم مقاتلات التحالف العربي، فسقط ميسرة جبل الظهر بيد قوات الشرعية بتضحية 4 شهداء وإصابة 9 آخرين. نتكلم الآن من جبهة آل عريف مديرية ناطع محافظة البيضاء إقليم 7، ونحن الآن في آخر المعركة. المعركة بدأت مع صباح اليوم، والحمد لله بفضل الله البلاغات من القيادات الميدانية تفيد بتقدم كبير، ونحن الآن ننتظر الانتهاء من هذا المعركة الحاسمة على مشارف فضحة وقطع الخط من اتجاه البيضاء وفصل محور بيحان ناطع نعمان عن البيضاء، ويصبح العدو محصور في مساحة متقاربة. تزحف كتيبة النخبة ورجال البيضاء إلى السيطرة على جبل القرحاء الاستراتيجي المطل على الخط الإسفلتي الرئيس الرابط بين محافظتي شوة والبيضاء، والذي يمتد في منطقة الفضحة المفتاح الرئيس لتحرير باقي مديريات المحافظة. رغم نقص في الإمكانات إلا أن عزائم الرجال مكتملة، ولكن إذا كان التحرير ينبع من فوهة البندقية فإن البندقية ذاتها تنبع من إرادة التحرير. عمر المقرمي، يمن شباب، البيضاء. سياسيا، أكد نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح التزام الشرعية وبمساندة التحالف العربي بدحر الإنقلاب والإرهاب في اليمن. وأكد الفريق محسن خلال استقباله السفير الأمريكي لدى اليمن ماثيو تولر أن الشرعية تخوض حربا دفاعية عن أبناء الشعب اليمني وشرعيته وهويته اليمن ضد انقلاب دعمته ومولته إيران بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة. وأضاف أن المعركة مستمرة في اليمن للقضاء على الانقلاب والإرهاب، مجددا حرص القيادة السياسية على إحلال السلام وفق المرجعيات الثلاث. من جانبه قال السفير الأمريكي أن اللقاء يأتي في إطار تعزيز العلاقات على مختلف الصعد وبحث مجالات وآفاق تحقيق السلام العادل لليمن واليمنيين، مجددا التأكيد على مساندة بلاده للشرعية وحرصها على استقرار اليمن وأمنه ووحدته وتخفيف المعاناة عن أبناء الشعب اليمني. في تعز، أحبط الجيش الوطني محاولة تسلل فاشلة نفذتها ميليشيا الحوثيين الإنقلابية جنوب شرق المدينة. وقالت مصادر ميدانية أن أطال الجيش تصدوا ببسالة لهجوم فاشل شنته ميليشيات الحوثي الإيرانية على مواقعهم في قرية الصرمين جنوب شرق مدينة تعز. وأشار المصدر إلى أن قتلى وجرحى من الميليشيا سقطوا خلال هذه العملية. ضمن مسلسل الجرائم الحوثية، استشهد طفل برصاص قناص ميليشيا الحوثيين الإيرانية جنوب محافظة تعز.
وقالت مصادر محلية أن القناصة الحوثيين المتمركزين في جبل الرنف استهدفوا الطفل سلطان حميد البالغ من العمر 9 أعوام بطلقة في الرأس في منطقة الهجمات أعبوس في مديرية حيفان، عندما كان في الطريق العام أثناء ذهابه إلى أحد أسواق منطقة طور الباحة في محافظة لحج، ما أدى إلى استشهاده قبل محاولة إسعافه. أكد مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة القائم بأعمال وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي على أهمية تحشيد الجهود وتوحيد الكلمة في سبيل استكمال معركة دحر الميليشيا الحوثية الإنقلابية. وشدد خلال اجتماع عقده بقيادة المنطقة العسكرية السادسة على ضرورة تجاوز الأخطاء وإعادة ترتيب الصفوف بهدف استكمال تحرير الجوف والتوغل داخل صعدة وحرف صوفيان في محافظة عمران. وأشاد الفريق المقدشي بالدور الكبير الذي قام به اللواء الركن أمين الوائلي لإعادة تأسيس وبناء المنطقة العسكرية السادسة والإنجازات التي حققتها المنطقة خلال توليه قيادتها. وحث المقدشي القيادة الجديدة للمنطقة العسكرية السادسة على تعزيز النجاحات التي حققها اللواء الوائلي، كما أشاد بدور اللواء أمين العكيمي محافظ الجوف وبما تحققه الوحدات العسكرية. كما أكد المقدشي على ضرورة المضي قدما نحو استكمال تحرير ما تبقى من محافظة الجوف والتقدم في عمق محافظة صعدة، مشيرا إلى أن أهمية التقدم باتجاه منطقة حرف صوفيان في محافظة عمران وقطع شريان التواصل والإمداد للميليشيات بين صنعاء ومحافظة صعدة. وثمن الفريق المقدشي جهود الأشقاء في دول التحالف العربي بقيادة السعودية الشقيقة والإمارات ومواقفهم الأخوية في سبيل مساندة الشعب اليمني على دحر الميليشيا الحوثية. دفعت قوات التحالف العربي بقيادة السعودية قوة عسكرية كبيرة لتخوم مدينة حرض الحدودية في محافظة حجة شمال البلاد. ونقل عن مصادر عسكرية أن لواء عسكريا دفعت به المملكة إلى محور حرض في إطار عملية عسكرية تهدف إلى إنهاء سيطرة الحوثيين الإنقلابيين على المدينة. ويتزامن وصول القوات الكبيرة مع إطلاق عملية عسكرية ضد الميليشيات في المدينة بمشاركة محدودة لقوات سودانية وأخرى يمنية من قوام المنطقة العسكرية الخامسة. قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إن الحرب في اليمن قاربت على النهاية بعد تحقيق أهدافها المتمثلة في استعادة الشرعية في مواجهة المتمردين الحوثيين. وأكد في لقاء جمعه بإعلاميين مصريين خلال زيارته للقاهرة إلى أن التحالف العربي الذي تقوده السعودية يقترب من الانتهاء من العمل في اليمن، وأضاف لم يعد ضدنا هناك إلا فلول الحوثيين. أكد الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن إن التحالف العربي يولي تحديد الأهداف العسكرية في اليمن اهتماما كبيرا. وقال المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث منصور بن أحمد المنصور إن ضربات التحالف متوافقة مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وقواعد الاشتباك. وأضاف خلال مؤتمر صحفي في الرياض هناك دقة في تحديد الأهداف العسكرية، والتحالف يعتمد على تقنيات حربية حديثة ومتقدمة ومتطورة جدا تضمن الإصابة المباشرة والدقيقة لأهدافها العسكرية المتمثلة في مواقع عسكرية لميليشيا الحوثيين المدعومة من إيران. كلما ارتفعت الأصوات الناقدة لأداء الإمارات في الجنوب خارج الأهداف المرسومة لتحالف دعم الشرعية، رفعت أبو ظبي شعار مكافحة الإرهاب فيما تمضي لبسط سيطرتها على كامل المحافظة الجنوبية عبر ميليشيا محلية. بعد أقل من ساعة على مقتل شيخ صوفي في مدينة تريم الجمعة الماضية، دشنت حملة إعلامية منظمة على مواقع التواصل الاجتماعي بمعرفات وحسابات موالية للإمارات وسياستها في اليمن. الحملة انطلقت تحت هاشتاج النخبة الحضرمية لكل حضرموت. المحتجون وجلهم من أنصار المجلس الانتقالي الانفصالي المدعوم من الإمارات طالبوا برحيل قوات المنطقة العسكرية الأولى بزعمهم أنها قوات شمالية فشلت في مكافحة الإرهاب وأن الحق لأبناء حضرموت في إدارة وتثبيت أمنهم، متناسين أنه في الوقت الذي يناضلون فيه خلف الشاشات يستقبل المجلس الانتقالي الانفصالي أفواج الحرس الجمهوري العائلي الشمالي
الآتية من مناطق الشمال إلى معسكرات أسست لهم في عدن بدعم إماراتي، ومتناسين أيضا حجم الفشل الأمني في عدن لمدير الأمن شلال شايع وقوات الحزام الأمني، ولم يطالبوا بتغييرها. تضع الحملة الإعلامية المدعومة إماراتيا ضد المنطقة العسكرية الأولى التي أعقبت اغتيال بن صميط في تريم استفهامات كبيرة حول الفاعل والسيناريوهات المعدة لوادي حضرموت. كلما ارتفع صوت ينتقد أداء الإمارات في الجنوب أو يعترض طريقها، رفعت يافطة مكافحة الإرهاب تمضي لتبسط سيطرتها على كامل المحافظات الجنوبية، شاهرة عصا ميليشياتها المحلية وجزرة عمليات مكافحة الإرهاب لاستعطاف المجتمع الدولي وإحراج الشرعية. في فبراير شباط الماضي أعلن عن عمليتين عسكريتين بدعم إماراتي إعلامي مكثف، الأولى الفيصل في وادي المسيني غرب المكلا، وأعلن عنها عقب صدور تقرير لجنة الخبراء الدوليين الذي اتهم الإمارات بتقويض الشرعية عبر ميليشيات محلية تدعمها. واعتقل الصحفي عوض كشميم لانتقاده تضخيم العملية إعلاميا أكثر من الواقع. وفي نهاية فبراير شباط الماضي وبعد مكاشفة وزير النقل اليمني صالح الجبواني باتهامه الإمارات عرقلة أداء الشرعية والقيام بعمليات احتلالية تتجاوز أهداف التحالف العربي، أعلنت الإمارات عن عملية السيف الحاسم في شبوة لتحرير مديرية الصعيد من تنظيم القاعدة، عملية لم تدر إلا في مخيلة وسائل الإعلام الإماراتية واليمنية الموالية لها كما تشير المعلومات من هناك. تدفع الإمارات بقوات النخبة الحضرمية لتتمدد إلى وادي حضرموت بحجة مكافحة الإرهاب لتحل محل المنطقة العسكرية الأولى التي واجهت العديد من الهجمات الإرهابية وقدمت ضحايا في عمليات مكافحة الإرهاب، وهي المنطقة العسكرية الوحيدة التي لم تسلم للإنقلابيين ولا للإرهابيين. حثت وزارة الداخلية ورجال الأمن على رفع اليقظة الأمنية وتجديد الإجراءات الأمنية للحد من الجرائم وعمليات الاغتيالات، وتوعدت بملاحقة الجناه. جاء ذلك خلال اجتماع موسع ترأسه نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري في العاصمة المؤقتة عدن، ضم عددا من الوكلاء والوكلاء المساعدين ومدراء العموم بالوزارة. أكد مدير عام مكتب المالية بمحافظة تعز محمد عبد الرحمن السامعي أن عملية صرف الرواتب ستتم بشكل شهري بموجب الاتفاق الذي تم بين محافظ تعز أمين محمود ورئيس الجمهورية والحكومة ومحافظ البنك المركزي. وحول موضوع عدم صرف رواتب 6 جهات حكومية وهي مؤسسة الكهرباء والمياه ومصنع البرح والهيئة العامة للكتاب والهيئة العامة لمياه وكهرباء الريف في محافظة تعز، كان سببه عدم موافاة تلك الجهات ببياناتها الخاصة لموظفيها لوزارة المالية في العاصمة المؤقتة عدن، وبعضها بسبب اعتبار المالية لهذه الجهات باعتبارها جهات إيرادية. الاتفاق مع رئيس الوزراء ومع فخامة رئيس الجمهورية ومع محافظ البنك المركزي أفادنا الأخ المحافظ أن صرف الرواتب ستكون إن شاء الله بشكل دوري بشكل شهري، وسيتم استمرار صرف الرواتب. نأمل ذلك ونأمل ألا تحدث عراقيل جديدة كما كانت في السابق. وفي ذات القضية في تعز أيضا، فقد قام عدد من الجنود من منتسبي بعض الألوية العسكرية بقطع شارع جمال وسط المدينة احتجاجا على إسقاط أسمائهم من كشوفات الراتب. وقال شهود عيان أن المحتجين قاموا بوضع الأحجار والإطارات وقطعوا الشوارع، ما أدى إلى عرقلة حركة السير في الشارع الرئيس وسط مدينة تعز. وتوقف فرع الكريم القريب من مكان الاحتجاج عن صرف رواتب موظفي الدولة التي بدأت بالأمس. اقتصاديا، بحث محافظ البنك المركزي الدكتور محمد زمام مع السفير الأمريكي لدى اليمن ماثيو تولر الدعم الفني المقدم للبنك المركزي وفروعه وجهود دعم الولايات المتحدة في إعادة العلاقات المصرفية مع البنوك المراسلة. وتناول اللقاء آليات إعادة تفعيل وظائف البنك المركزي الاقتصادية والرقابية، ومنها مساعدة القطاع المصرفي على استعادة دوره الاقتصادي وإعادة الدورة النقدية للبنوك. وأكد اللقاء على ضرورة التزام البنوك اليمنية بالمتطلبات الدولية وتحت إشراف البنك المركزي كجهاز وطني مستقل يخدم كل اليمنيين.
وجه محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني على بذل المزيد من الجهود وتقديم الخدمات للمواطنين بالشكل الأمثل. جاء ذلك خلال زيارة تفقدية لفرع مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني، أكد خلالها على تقديم كافة أشكال الدعم من أجل تجاوز الصعوبات والعقبات التي تعترض سير العمل. واطلع المحافظ العرادة على مستوى الخدمة والأداء الذي تقدمها مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني في المحافظة. وفي الضالع، سطر الشهيد القائد عبد الحافظ العبد مسيرة خالدة في الكفاح ضد الميليشيا الحوثية الإيرانية، حيث شارك في عشرات المعارك في مختلف جبهات المحافظة. كل ثرى الضالع تعرفه كما هو حال أهلها، ومن لا يعرف الفارس المقدام والقيادي في حزب الإصلاح والمقاومة الجنوبية عبد الحافظ العبد، وقد عرفته كل جبهات الضالع قائد ومقاتل مقدام. حمل بندقيته منذ أول يوم قدمت فيه ميليشيا الإرهاب الحوثية إلى الضالع، ولم تفارقه إلا وقد فاضت روحه إلى بارئها شهيدا في عيس بجبهة مريس. الشهيد المناضل عبد الحافظ محمد أحمد العبارة مناضل، عرفناه من اليوم الأول عندما قدمت الميليشيات الحوثية إلى الضالع، وسطر هو والشهداء أياد الخطيب وفارس الضالعي وعلي عبد الله وهيثم الدب أروع الملاحم. عرفناه مناضلا جسورا لا يبحث عن الضجيج ولا يبحث عن المال ولا المناصب ولا شيء. الشهيد القائد عبد الحافظ العبد من مواليد قرية العبارة بمنطقة حجر بمديرية الضالع، كان من أوائل من تصدوا للمد الحوثي الفارسي، فقد عرفته جبهات الضالع قائدا عسكريا محنكا ومقدام. شارك الشهيد في جبهة مدينة الضالع وجبهات سناح ودمت، ومؤخرا قائدا لأحد المواقع في جبهة مريس بيعيس. جرح الشهيد 3 مرات خلال المعارك مع الميليشيات الحوثية في جبهات الضالع، لكنه لم يلبث أن يعود إلى المتارس مرة أخرى حيث يجد نفسه فيها كما كان يقول. لقد كان له بصمات في أرض عيس من بداية الحرب، ولقد كان عبد الحافظ هو رمزا للجنوب داخل مريس في الصف الأول بالنسق الأول. لقد كان عبد الحافظ مقداما شجاعا بطلا ثابتا. وهنا جموع حاشدة غصت بهم الطرقات والسهول من أبناء الضالع يشيعون جثمان القائد عبد الحافظ العبد في موكب جنائزي مهيب إلى مسقط رأسه في قرية العبارة. وهنا أديت الصلاة على جثمان الشهيد ووري جثمانه الثرى وسط حزن عم الجميع. يرحل العظماء فتبقى مآثرهم معالم يسير عليها الأجيال، وها هي الجموع اليوم تشيع القائد عبد الحافظ العبد لتؤكد المضي على درب الشهيد حتى تحرير اليمن من هذا المد الفارسي الإرهابي. علي الأسمر، يمن شباب، الضالع. أوضاع مأساوية يعيشها مرضى الفشل الكلوي في مدينة تعز، خاصة أولئك المرضى الذين بلا مأوى. وقد بادرت مؤسسة معاهدة تنموية لإيجاد مأوى يقي عددا من المرضى مخاطر العراء والبرد. فائد كاسمه، أينما حل أفاد، متجاوزا كل العوائق خاصة ما وصل إليه نتيجة حالته الصحية التي أصابت الرجل بمرض الفشل الكلوي. الحاج فائد بائع الهند في أقرب نقطة إلى سريره الذي يتلقى فيه العلاج في مركز الكلية الصناعية بمستشفى الثورة منذ 7 أعوام. في سجن كبير يعيش فائد وكل أبناء تعز بسبب حصار ميليشيا الحوثي للمدينة وإغلاقها للطرق المؤدية إلى مديرية المخاء حيث أسرة فائد، وإن وجدت الطرق البديلة والتي قد تستغرق وقتا يصل إلى يوم كامل، بالإضافة إلى وعورتها التي قد تؤثر على حالته الصحية التي لا تحتمل إلا بيع الهند. بقي الحاج فائد بعيدا عن أسرته يتضور جوعا ويرتجف جسده المثقل بالمرض من برد الشتاء لا ينام طويلا، فالمكان الذي يخلد إليه وعشرات المرضى إحدى ممرات مستشفى الثورة التي لا تهدأ ولن تهدأ طالما والقصف مستمر على المدينة. لا زوار لديهم غير البعوض الخارج من غرف المرضى لتأدية مهمة على فريسة سهلة انهكت منذ الصباح لتنام بجوعها المحبوس على كرتون وحده يعلم بمعاناتهم. أحياناً نحصل على وجبة وأحياناً نجلس لها نرقد عطوف. من أين نجيب؟
بعد أن غادر الأمل فائد ورفاقه واعتيادهم على الجوع والبرد والتشرد والمرض، بعث من يخرجهم من هم البرد والتشرد بمركز إيواء أنشأته مؤسسة معاذن التنموية، خصصت فيه قسما للرجال وآخر للنساء اللواتي أحصرن في غرفة قريبة من مياه الصرف الصحي جوار مركز الكلية الصناعية بمستشفى الثورة، لا يمكن البقاء فيها لبضع دقائق، إلا أن غرفة الأربعة أمتار مثلت ملجأ آمنا لأكثر من 15 امرأة. نحن مترحين يا ابني والله، نحن كنا بايك الغرفة كل واحدة ترقد فوق الثانية، الله يجزي كون الخير، الماء يروح لفوقنا ينخل فوقنا نفوقنا، والله البيارة بالباب. كانوا يلحوا علينا دائما بزيارة هؤلاء المرضى في مراكز إيوائهم، فوجدنا تلك المراكز هي تحت الأشجار وتحت السلالم وفي العراء يفترشون الأرض، فهم يعانون الأمرين، يعانون قسوة المرض ويعانون قسوة الحياة. ومع افتتاح مركز الإيواء إلا أنه لن يتمكن من استيعاب كافة المرضى المجبورين على البقاء في المدينة لتلقي جلسات الغسيل بشكل منتظم. حين قامت مؤسسة معاذ بما يجب أن تقوم به الحكومة الشرعية، حصل مرضى الفشل الكلوي على مسكن آمن يقيهم متاعب العراء ومخاطره. عبد العزيز الدبحاني من شباب تعز. إلى موضوع آخر، حيث دانت منظمة وسام للحقوق والحريات انتهاكات الحوثيين المستمرة بحق الصحافة والصحفيين في اليمن، مؤكدة أن هذه الانتهاكات تعد خرقا خطيرا لأحكام القانون الدولي والإنساني وقوانين حقوق الإنسان. وطالبت المنظمة في بيان لها المجتمع الدولي بضرورة وضع حد لهذه الممارسات والعمل على إيجاد حل سريع وعاجل لوقف الانتهاكات التي يتعرض لها قطاع الإعلام في اليمن، وتكثيف الجهود لتقديم مرتكبي هذه الانتهاكات للعدالة. نفذت أمهات المختطفين والمخفيين قسرا في السجون والمعتقلات التابعة لقوات الحزام الأمني في عدن وقفة احتجاجية صباح اليوم الثلاثاء بالقرب من معسكر التحالف العربي في مدورية البريقة. وطالبت أمهات المخفيين بالكشف عن مصير ذويهن والتحقيق معهم والإفراج عمن لم تثبت عليه أي تهمة. هذا وتعرضت الوقفة الاحتجاجية لمضايقات من قبل شرطة نسائية تم جلبها إلى المكان. نهاية النشرة، تابعتم فيها. رئيس الجمهورية يوجه الحكومة بتحرير سوق المشتقات النفطية ويعين انتصار العراشة مديرا عاما لشركة النفط بعدن. مصرع أكثر من 100 حوثيا في غارات على معسكر تدريبي في الحديدة، والتحالف يدفع بقوة عسكرية ضخمة إلى تخوم حرض في محافظة حجة. تقدم عسكري كبير للشرعية في جبهة ناطع، والجيش يحبط محاولة تسلل للحوثيين جنوب تعز. نشكركم طيب المتابعة، دمتم ودام الوطن بألف خير. إلى اللقاء.